صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 66 لسنه 2024 بتعيين مدراء عامين في هيئه البحرين للثقافه والآثار، وذلك بناء على عرض وزير شؤون مجلس الوزراء وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. يعين في هيئه البحرين للثقافه والآثار بدرجه وكيل مساعد كل من الشيخ محمد بن خليفه بن محمد ال خليفه مديرا عاما للتراث السيده فرح محمد خالد يوسف مطر مديرا عاما للثقافه والمتاحف الدكتور سلمان احمد ابراهيم المحاري مديرا عاما للاثار